أعلن جون ماري مالك قناة تونسية أنه قرر بيع القناة إلى قطريين، مؤكدا أنه لدى إقدامه على شرائه القناة كانت هذه الأخيرة على وشك الإغلاق، والسبب يعود إلى الصعوبات المالية المتواصلة والتي جعلته اليوم يقرر البيع. وقد اتصلنا بمحامي الإعلامي سامي الفهري وقد رفض الإدلاء بأي تصريح. نحن نتمنى إن كان يوجد من التونسيين من يريد إنقاذ هذه القناة أو الإبقاء عليها كقناة تونسية، لكن العرض الجيد جاءنا من قطريين، وأكيد أن هذه القناة ستكون في المستقبل القريب قطرية أو أمريكية. أما صاحب الأسهم لن يكون فرنسيا، ومن الأرجح أن يكون قطريا. Simplement, l'actionnariat ne sera plus français, comme il l'était avec moi, mais Qatari, probablement.